كوب، نرحب باسمكم جميعا بمقدم البرنامج استاذ يوسف الهاجري، حياك الله ابو عادل، يا هلا ومرحبا. هلا هلا ومرحبا استاذ عبد الله ابو الوليد، حياكم الله جميعا. يا اهلا وسهلا، حياك الله يا ابو عادل. البرنامج صراحه يعني انطلاقت حلقته الاولى وشفنا كيف صراحه ردود الفعل عليه، ودنا تكلمنا عن الفكره العامه اللي قدمها البرنامج كاتب كوب. الله يحييكم جميعا ومسي عليكم بالخير وطلالتكم الجميله المميزه في هالظهريه الرائعه مع الجو الرائع في مدينه الرياض وبعض مناطق المملكه. اولا هذا البرنامج هو نواه لفقره انطلقنا بها جميعا ايام برنامج الموسم، وكانت من ابداعات فريق غيم يا سيد عبد الله حبيب. اكيد ما في شك هذا الفريق المتميز ابو عادل. خنزع على ابو الوليد الحين. وكانت الفقره جميله وصفقنا فيها عدد من الشخصيات، وكانت على المشفر ايام برنامج الموسم في قناه ماسه. يا سلام. وحققت ترندات رائعه ومميزه، كانت هذه الفكره رغب الزملاء في شباب في البرامج والقنوات ان تكون على شاشه المجد العام ويتم فيها استضافه عدد من المميزين. يحرص البرنامج على استضافه الذين لهم اهتمام بالكتابه. جميل. سواء كانوا يكتبون عبر مؤلفات كتب ورقيه او مدونات الكترونيه او حتى مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم ما شاء الله يعني مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الكل يطلق قلمه وكتابته عبر حسابه في تويتر، عبر الفيسبوك، انستغرام وغيرها. جميل جدا. نستضيف الضيف الكريم معنا وندردش معه في خمس فقرات متنوعه ومختلفه على اثير هذا البرنامج. نتناول القهوه الجميله من راعي البرنامج كوز القهوه، مسي عليهم بالخير وشاكرين وسعيدين برعايتهم للبرنامج ويقدمون لنا اجمل الانواع القهوات اللذيذه اللي تحبها يا استاذ عبد الله ويحبها ناصر فيه. بس ابو الوليد يحب الحلا اكثر من القهوه. ومع ذلك هم موفرين ايضا الحلا الجميله ايضا في البرنامج. يا سلام. مساك الله بالخير ابو عادل. مساء الخيرات والمسرات، ومحظوظين ابو الوليد نشوف اطلالتك الجميله انت استاذ عبد الله على الشاشه. والله احنا المحظوظين والله. ابو عادل لو نتعمق اكثر بالفقرات اللي موجوده، هل في تنوع ما بين الفقرات كمسميات او يعني ما بين الفقرات من فقره الاخرى؟ جميل، عندنا خمس فقرات رئيسيه وحنا استشفيناها من الجلسه في الكافي. يا سلام. كانت الفقره الاولى بعنوان الطلب، احنا بتدخل الكافي انت تطلب يعني تبي تشرب وتاكل، في يجينا المنيو والطلب وفي نفس الوقت نتعرف على الضيف كما اننا نتعرف على الكافي والمشروبات الموجودة الساخنة والباردة والأكل وش تشرب وش نوع قهوتكم، كذلك نتعرف على الضيف. والفقرة الثانية هي مرتبطة بأول ما يجيك الطلب حينما ترتشف هذه القهوة، وشبابنا اللي يحبون القهوة اليوم القهوة مختصة ومقطرة والكلام العظيم، أي أنواع وأشكال. أيوة، فمع شربتك الأولى للقهوة المختصة كذلك اختصاص الضيف اللي احنا جايبينه أو مضيفينه داخل البرنامج. يا سلام. الفقرة الثالثة لقمة حلا، نحلي احنا والضيف، بالغالب تكون الفقرة خفيفة فيها طرائف الضيف، كتاباته الطريفة، عاطفته، علاقته، يعني بعض الضيوف ما شاء الله قاعد يغرد ساعة 2 في الليل عن الحب وعن القمر. يا سلام. ليش تسولف معي يعني؟ انت وين رايح الساعه 2 في الليل يعني؟ يعني خاصه الشباب اللي توهم متزوجين او شيء. يا سلام. اي سمعت عن الرايح على الخط ابو عادل. الفقره الثالثه هي فقره شربت مويه، وهذه عادتنا وعاده الجميع اذا دخل كافي بعد ما ياكل او يشرب يرطب يعني لسانه بشربه ماء، وفي الغالب يكون سؤال خفيف رد وغطى مع الضيف. يا سلام. ثم نختم بطلب الحساب وهي فقره رئيسيه في البرنامج. الحساب في الغالب يكون يعني تعرف دفع الدراهم. صحيح. ولا لا يا استاذ عبد الله؟ انت من الناس اللي تحب يعني على طول. اكيد ما يحتاج تعليمين منك ابو عادل، ما يحتاج. يعني عبد الله من اميز الشباب ما شاء الله. عبد الله يروح يغسل مواعين اصلا في الكافي ما يدفع. الله يسلمك. فتكون الفقره في الغالب انها يعني فيها كشف حساب للضيف. يا سلام. تغريداته وش قلت وش ما قلت او عبر كتابه معينه او غيرها. يا سلام. يعني هذه خمس فقرات ما شاء الله وخفيفه نستمتع فيها مع الضيف، بالاضافه الى وجود أصدقاء معنا في الكافي، وإحنا ندعو من يرغب أن يشارك معنا أبرك ساعة، يعني شبابنا والغالين علينا اللي يرغبون يشاركون معنا في جلسات الكافي ويساعدون معنا في الحوار والنقاش. حلو. مع الضيف هذه أبرك ساعة. يا سلام. إذا طيب كيف يتواصلون عن طريق في نفس الرقم الواتساب المنشور على
متابعة الاستفسارات عن الشبكة يتواصلون على نفس الرقم. نعم يرسل معلوماته اسمه ومرحلته الجامعية أو إذا كان متوظف رقم جواله. جميل. ويتواصل مع الزملاء مباشرة ونرحب فيه أو عبر حسابي الخاص أيضا نرحب فيه. أبو عادل سؤال أخير بسألك، بالنسبة للآن الكتاب والضيوف هل مجالاتهم يعني محددة ولا اجتماعي ثقافي أيا يكن، ربما يكون رياضي الكتاب اللي أنتم قاعد اللي حتستضيفونه إن شاء الله الضيوف في جميع المجالات؟ بالضبط، احنا حرصنا على التنوع عبر تحزين معين سواء كان ثقافيين اجتماعيين تقنيين وغيرهم. يعني بدينا انطلق البرنامج بالدكتور صالح الشبل وهو مختص بالتسويق، ثم كان ضيفنا الحلقه الماضيه الدكتور فهد المنصور وهو مرتبط بالجانب النفسي، الليله دكتور ضيفنا دكتور صالح الانصاري وهو مختص بالصحه والمشي. من ضيوفنا القادمين الكاتب فهد الاحمدي الكاتب جريده الرياض وعلم على راس نار ايضا وهو مختص بالكتابه العامة الصحفية. أيضا من ضيوفنا الأستاذ عبد العزيز الحمادي وهو مهتم بالكتابة التقنية. ما شاء الله. أيضا من ضيوفنا الدكتور محمد المقرن الشاعر ومهتم بالكتابة الأدبية وهكذا. يا سلام، إذا في تنوع بشكل عام في الضيوف والمستقطبين في هالبرنامج. كل الشكر لك أستاذ يوسف الهاجري. خلينا أستاذ عبد الله مع الشكر لكم العافية نقول أيضا إذا كان جمهورنا الكريم له رغبة بضيوف يقترحهم لنا، أنا أتمنى الحين في هاشتاج بيت المجد يمنشن الضيف الذي يرغب فيه وأبرك ساعة نتعرف عليه. حلو جميل. بإذن الله تعالى. الضيف ويعني أو كانوا يعرفون حسابه ولا شيء يكتبون اسمه أيضا. إذا كان ليس لديه حساب، ولكن هو الأفضل أن يكون لديه حساب تويتر ولا؟ يا ليت كل حساب مواقع التواصل الاجتماعي. أحسن. يا سلام. شكرا لك أستاذ يوسف. شكرا لكم جميعا. إذن بادرة حلوة، بادرة جدا رائعة من إدارة البرنامج وأيضا مقدم برنامج أستاذ يوسف الهاجري، أنه أنتم يا شركائنا شاركوا أيضا في اقتراح الضيوف اللي أنتم تشوفونهم مناسبين أنهم يكونوا في برنامج كاتب كوب، وحاجة حلوة. ونشوف احنا كمان في بيت المجد تمنشنوا الضيف وتمنشنوا ايضا حساب شبكة المجد ونسعد حساب المذيع. ايضا ذكر الحضور الاستديو من الشباب اللي يحب الحوار وبتقهوى معانا على الهواء بدهم يروحون كافي ولا شيء. السؤال هنا كافي موجود وظهور على الشاشة، يعني حيطلعوا حياخذوا الطلبات مجانا ويطلعوا مجانا في البرنامج ويتحاورون مع الضيف. بصراحة انا تابعت حلقات من البرنامج، حوار الشباب يعني بشكل فعلي هم اللي نفسهم يتابعون أو يعني يتحاورون مع الضيف يثري الموضوع بشكل أكبر.